هذا المهرجان الجميل مهرجان فارس الخليج لنسخ الثاني هنا في هذا المهرجان الجميل. هنا شوطنا السابع الخاص للإذاعة القعدان المحليات الأصايل لأبناء القبائل، سيارة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين العشرة. نسير بكم في هذا الانطلاق، نسير بكم في الصدارة المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. سراب يأتي على صدارة سلطان بن عبيد بن حمد الكتبي، من يأتي على صدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني شاهين لمحمد بن سليم بن شوير بالعامري المنطلق على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث يتواجد سوغان علي بن محمد بن حمى الشامسي، والوصول هنا من الوسمي وشعار الزعيم العيناوي محفوظ هنا أيضا، شعار الزعيم محفوظ بن خميس بن علي الينيبي مع الوسمي هنا بهذا الانطلاق. وعلى المركز الخامس، المركز الخامس هملول عبد الله بن ناصر بن مشيط المري، وفي المركز السادس من الجانب الآخر هناك على سادس المراكز في هذا الانطلاق والتحدي الجميل سراب سالم بالدهيمي بن غفان لخيالي، من ينطلق على سادس المراكز. وفي المركز السابع يأتي متعب لمحمد بن عتيق بن محمد بن زيتون لمهيري، من يأتينا سابعا. وفي المركز الثامن المركز الثامن مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق والتحدي الجميل في هذا الأداء المميز مشاهدينا الكرام. هنا يأتينا استيح قادم بن عيسى بن سعيد المنصوري، من يأتينا على المركز التاسع. وفي المركز العاشر، المركز العاشر وعاشر المنطلقين في هذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة مركز الثامن. والمركز العاشر ياتي مياس محمد بن حسن بن ثيمة العامري على عشر المراكز. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز العشرة الأولى في الانطلاق والتحدي والإثارة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هناك، والانطلاق والتحدي والإثارة من شاهين، من غير على صدارة لمحمد بن سليم بن شوير بالعامري المنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. في هذا الانطلاق سوغان في المركز الثاني، او من الجانب الاخر هملول، هملول من تسلل بدوري في هذه اللحظات، هملول عبد الله بن ناصر بن مشيط المري من ينطلق على المركز الثاني. اهالي الباهي يبون سلام يا بن مشيط. المركز الثالث ياتي متعب لمحمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، من ياتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع الوسمي، الوسمي مع الزعيم العيناوي محفوظ بن خميس بن علي لينيبي، من يتدخل بهذه اللحظات. وشعار هنا ايضا قلب الاسد ياتي في هذه اللحظات ويتسلل بدوره في الانطلاق في التحدي في الاثور. ما شاء الله بهذه التحديات الجميله. نعم شعار بالثيمه من يتدخل بكل قوه في هذه اللحظات وينتزع ايضا مركز متقدم هنا في هذا الانطلاق. مياس محمد بن حسن بن سيمه العامري، والوصول من هملول محمد بن حمد راعي السيجه العامري، من ياتينا بهذه الانطلاقه والتحديات. سادسا المركز السابع، المركز السابع سراب سالم الدهيمي بغفان لخيالي على المركز السابع. وفي المركز الثامن، المركز الثامن والقادم بأول ندى الذيب هنا، من ينطلق بهذا الأداء الجميل عيضة بن صالح بن عايض بن سالم، من يأتينا على المركز الثامن. وفي المركز التاسع، المركز التاسع مصيحان علي بن محمد بن سعيد لقتبي. وفي المركز العاشر المنطلق هناك في التحدي صغان علي بن محمد بن حمى الشامسي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى
في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط والمنافسة هنا. ومياس على صدارة، مياس محمد بن حسن بالثيمة العامري من ينطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق والتحدي. ولكن أرى التغيير، أرى التغيير في هذه اللحظات، التغيير هنا في هذه اللحظات من هملول. هملول 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 نعم من انتزع الصدارة، هملول في هذه اللحظات لمحمد بن حمد رعشيجة العامري من انتزع الصدارة، انتزع المقدمة والمركز الأول. هناك هملول الآخر عبد الله بن ناصر بن مشيط المري على المركز الثاني، ومياس في المركز الثالث، محمد بن حسن بالثيمة العامري والوسمي على المركز الرابع، محفوظ بن خميس لينيبي من يأتينا على رابع المراكز، وفي المركز الخامس، المركز الخامس والوصول هنا على خامس المراكز شاهين محمد بن سليم بشويرب العامري، وسادس المراكز أول نداء، أول نداء هنا للضبيب لمحمد بن عوض بن محمد المزروعي، والقادم أيضا هنا ضبيان تركي بن عوض الله بن غلاب الصواط. هناك شعار أحمد بن سعيد بن سالم لينيبي أيضا يتدخل في هذه اللحظات مع شاهين في أول ندى. ما شاء الله ما شاء الله، اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل في هذا الانطلاق. هو التحدي، هو الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. الكيلو، الكيلو متر الأخير هنا في هذه الانطلاق. أرى هنا من غير ضبيان، ضبيان من غير، تركي بن عوض الله بن غلاب الصواط العتيبي من ينطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول مع ضبيان في هذه الانطلاقة والتحدي. المركز الثاني هملول محمد بن حمد رعشية العامري، والقدوم هنا أيضا والتحدي في هذه اللحظات من الفاتن سالم بن حمد بن حمرور العامري من يأتينا بهذه الانطلاقة هنا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع، المركز الرابع والمنطلق هناك هملول أو شاهين محمد بن سرية مشويرب العامري. ولكن هنا، هنا ضبيان على الصدارة، ضبيان على المقدمة على المركز الأول ينتزع صدارة هذا الشوط حتى اللحظة. ضبيان تركي بن عوض الله بن غلاب الصواط العتيبي من ينطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الانطلاق، يسيطر على هذه المسيرة. المركز الثاني هملول محمد بن حمد رعشيجة العامري من يأتينا على ثاني المركز، وفي المركز الثالث، المركز الثالث هناك المنطلق هناك والمتحدي أيضا بهذه اللحظة هملول عبد الله بن ناصر المشيط المري. ولكن هنا الصدارة، هنا المقدمة، هنا سلام للمحنة، سلام في المملكة، هناك سلام للطائف على هذا الأداء الجميل. تهانينا، تهانينا لتركي عوض الله غلاب الصواط العتيبي على هذا الفوز الجميل لضبيان ولحظة وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني هملول محمد بن حمد رعشيجة العامري، المركز الثالث وصل هنا شاهين محمد بن سليم مشويرب العامري، المركز الرابع من وصل هملول لعبد الله بن ناصر المشيط المري، وفي المركز الخامس من وصل الضبيب محمد بن عوض بن محمد المزروعي هو من أتانا على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى، دعناها على حضراتكم. نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصوله هنا ضبيان إلى خط النهاية في 9 دقائق التوقيت الزمني، هنا 26 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لتركي بن عوض الله بن غلاب الصواط العتيبي على هذا الفوز الجميل، سلام للمملكة، سلام على هذا الأداء، سلام للمحنة في هذا الأداء الجميل. المركز الثاني هو وصل هملول محمد بن حمد رعشيجة العامري، قاطع المسافة 9 دقائق 27 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على أداء أيضا هنا هملول، بينما المركز الثالث من أتانا هنا ووصل في التحدي شاهين محمد بن سليم مشويرب العامري، قاطع المسافة 9 دقائق 30 ثانية وجزء وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين. أيها الحضور الكريم.